جرس ومش بيرد. جرس ومش بيرد. طب وبعدين؟ يمكن الموبايل مش معاه. هو الواد ده كان قال بيشتغل في انهي حته؟ كورنيش النيل ناحيه الهرم. دليل على حسيني. يا حسيني اتفضل. يخرب بيت اهلك. طب يا دكتوره، هي الحقنه دي عضل ولا وريد؟ عضل. لهوي، ومين اللي هيديها له؟ ما اكيد تمرجي ولا حد من الصيدليه. هو فيها يا جماعه؟ هو مش باين عليا ان انا دكتوره ولا ايه؟ لا باين، دي خريجه مدارس تجريبي، دي بنت خالتي لازم. يوه مام، كفايه بقى طلعيهم بره عشان انا مصدع. حاضر حاضر يا حبيبي حاضر. طب يا جماعه، يعني خلاص، يعني لو ما فيش حد انا ممكن اديها له. لا وانا قاعده هنا معاه وانت بتديله الحقنه. اهو انت بقى هتطلعي بره. اسمع علي، انا عايزك تنزل على الكورنيش دلوقتي تبص على الواد بويكا. ابص عليه بس؟ بس من غير ما يحس بيك، لا هو ولا حماصه. ماشي. استنى. بيشوفني ازاي؟ معرفش. بيشوفني ازاي؟ معرفش. تعرف تروح للراجل بتاع الكشك ده تاني؟ فبلاش، انا في مشوار الكشك ده، الراجل بلغ عني البوليس. بلاش، اطلع انت على الكورنيش. عرفت بويكا تيجي تقول لي، وانا هطلع على بتاع الكشك بنفسي. حلو، انا ليا شويه طلبات من الكشك، لو تجيبها لي معاك هكتبها لك. انا هجيبها بمعرفتي، هجيبها بمعرفتي. خلاص. وبعدين يا موزه؟ ار يو كريزي؟ استر يا رب، استر يا رب. هو كشف ولا عمليه؟ صيانه وتغيير زيت. يا عم عايز اروح. وتروح ليه يا بويكا؟ ما انت قاعد معانا مأنسنا. ها فوقيه، ايه اللي حصل؟ بطل شيشه يا عم محمد. الله يخرب بيتك، خليتني اكلمها ليه؟ ادينا انا اللي هلبسها. الحمد لله. نعم؟ انا اقول الحمد لله يعني اللي انت بخير. ها ايه الاخبار؟ خلصت عليهم؟ لا خلاص، بيخلصوا على بعض جوه. يا نهار اسود ومنيل. طب خش جوه انقلي الاحداث لحظه بلحظه. لا طبعا انا ما اقدرش، حدث الا انقلهولك. دي هتدي له حقنه وانا ما اعرفش اشوف المناظر دي. هو ايه اللي ما تقدريش تشوف المناظر دي؟ ما انت بتديني الحقنه كل يوم يا فوقيه. ايوه بس دوكها بديها لك في رقبتك، انما دوك هم هتديها له عضل، فده خطر. في رقبتي؟ هي حقنه هوا. خش انقلي الاحداث لحظه بلحظه، انت ستلايت حياتي. دوقته يا اكرم. يا ساتر يا رب، بالحاجه لنا الساعه دي. انت مستني حد؟ انا ما اعرفش حد هنا غيركم. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.